امبارح يعني اصابه عمرو السوليه. طبعا عمرو السوليه جاله شد في العضله الاماميه، ومن المقرر ان طبعا تتحدد مده غياب عمرو السوليه خلال الفتره القادمه. طبعا السوليه اكيد من اللعيبه المهمين جدا جدا بالفريق، وان شاء الله باذن الله يعود سريعا للتدريبات والمباريات باذن الله، لان يعني محتاجين اصابات كتيره في النادي الاهلي، محتاجين كل واحد ان شاء الله يكون موجود ويكون سليم 100% ان شاء الله. الاصابات ان شاء الله خير يعني. سلامات يا عمرو.